معنا من القاهرة عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي علي التكبالي. مساء الخير سيد علي التكبالي، ما جدوى ما يحدث برأيك في المغرب من جولة مفاوضات جديدة في ظل الرفض الشعبي في ليبيا وحراك 23 من أغسطس لهذا التمثيل ولما يجري؟ حينما تقترب فترة المبعوث الدولي في ليبيا يحاول أن يلملم كل شيء ويحاول أن يأتي باتفاق، وهو يعلم أنه اتفاق غير مجدي، ولكن أرى أن بعض الوجوه في مجلس النواب وفي أي مكان آخر في طرابلس يريدون أن يذهبوا مهما كان الثمن. أنا لا أرى لهذا صراحة، لا أرى لهذا اللقاء أي فائدة، ولن ينتج شيء، بل سوف يؤطر للقبلية والجهوية الليبية باختيار فلان لمنصب كذا واختيار فلان من الشرق أو من الغرب أو من الجنوب لمنصب آخر. إذن هذا الاتفاق هو اتفاق لا جدوى منه، وحتى إذا ما استمر وذهب إلى مؤتمر جنيف بوجوه أخرى سوف لن يكون هناك فائدة، لأن لا مجلس الدولة الغير معترف به ولا مجلس النواب يملكان أي شيء على الأرض. الميليشيات هي التي تحكم في طرابلس، ولا يستطيع مجلس النواب أن يلجم الجيش العربي الليبي بالوقوف على الحياد. ونحن نسمع أن السيد أردوغان أصبح يأمر ويقول أنه لا يريد حفتر في الاتفاق، وكأنه يحكم في ليبيا وغير طيب. من الأشياء طيب لو سمحت لي سيد تكبالي، يعني من الواضح بأن يعني من يقوم بهذه المفاوضات لهم رغبة في إنشاء كيان جديد يمثل الليبيين. من أعطاهم التفويض سيد تكبالي؟ هذا الذي أقوله لك، ليس هناك الذي يدعو للمفاوضات لا يملك شيئا وليس ليبيا أيضا، والطرفان الذين يجلسان على الطاولة لا يملكان شيئا على الأرض، واحتقان في الشارع، وهناك الكثير من الذين أمثلهم في مجلس النواب يتكلمون معي ويعربون عن أسفهم وعن حنقهم من الذي يحدث. فبدل أن يهتم المجتمع الدولي مثلا بحاجة الليبيين اليومية وبحاجتهم الإنسانية، نجده يأتي ويقول أنه يريد مفاوضات مع إخوان المسلمين ومع مجلس النواب، ويؤطر لإنشاء حزب لتقوية المسلمين في ليبيا، رغم أنهم لا يملكون شيئا على الأرض. وقول المسلمين لا يعني أن المسلمين، فكلنا مسلمون، ولكن أقول المتأسلمين. ولكن في أجندة اللقاء عناوين كبيرة سيد علي التكبالي، من بينها إحياء المسار السياسي، أيضا الاتفاق على المناصب السيادية، تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. هل تعتقد بأن يعني ما يقوم به الوفدان هو محاولة لسحب البساط من كل ممثلي الشعب الليبي الذين يرفضون هذا اللقاء؟ أقول يا سيدتي، ما دام الأتراك لا زالوا يأتون بالسلاح والمرتزقة كل يوم والمجتمع الدولي لا يتكلم، فليس أرى أنه من العبث أن نتكلم عن تثبيت وقف إطلاق النار أو تثبيت للمناصب السيادية أو غيره. الشعب الليبي قد مل كل هذا ويريد أن يعيش حياة كريمة، ولا يريد معظم الوجوه الموجودة الآن. ولكن يا سيد تكبالي، هذا الاجتماع برعاية الأمم المتحدة، يعني هناك إطار دولي يرعى هذه المفاوضات، إلى أي مدى الليبيون هم في حل مما سينتج أو ما يترتب عن اجتماع كهذا؟ لقد كان اجتماع الصخيرات الأول تحت رعاية الأمم المتحدة والمبعوث الدولي وغيره من المبعوثين، لم ينتج شيئا. إذا أنت تريد أن تطاع فأمر بما هو مستطاع. الليبيون يريدون حياة كريمة، ولا يريدون فرض وجوه أثيمة تأتيهم من الأمم المتحدة أو من غيرهم. استضافة المغرب للقاء كهذا كيف فسرتموه؟ المغرب يحاول كدول أخرى عربية أن تكون لها أن يكون لها مكان في تثبيت السلام في المنطقة، وهي دولة عربية ترى أن ليبيا تعاني فتريد أن تنقض الموقف بأي طريقة كان. ولكن أنا أعرف أن الإمكانيات أكبر، أن الطموحات أكبر من الإمكانيات، لأن الليبيين أنفسهم ليسوا قادرين على الجلوس على الاتفاق نظرا لتلك المحاور التي تجذبها دول أجنبية.
شكرا جزيلا لك علي التكبالي، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي. شكرا.